كلاب الضالة جدلا متجددا في مصر، وسؤال يتمحور حول أن نقتلها أم نحميها، لأن هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، ازدادت في الأونة الأخيرة، والمصريون منقسمون حول التعامل معها بين الرحمة أو القسوة التي تصل إلى تسميمها أحيانا. ولأن مصر تشهد حاليا أكثر من 400 ألف عضة كلب سنويا، اقترحت نقابة البيطريين خطة لحصر الكلاب الضالة في المحافظات المصرية. ولكن ما الذي تتضمنه هذه الخطة؟ تؤكد الخطة على ضرورة إجراء عملية حصر سريعة ودقيقة لأعداد الكلاب الضالة في الشوارع بمساعدة المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وكذلك المجتمع المدني، بعد تعدد انتشار وقائع تعدي الكلاب الضالة على المواطنين. انتقادات يومية تواجهها روزينا من بعض جيرانها بسبب إطعامها للكلاب الضالة، فقاطنو هذه المنطقة السكنية يشتكون من وجودها في الشوارع وما تسببه من إزعاج. بقوم الاقي في كلاب في الشارع مرميه وقطط مرميه مسمومين، فطبعا دي بتبقى حاجه مش صح، حرام يعني. وربنا زي ما بقول خلق الارض دي كلنا بنقعد عليها، بني ادمين والقطط والكلاب وكل الكائنات، فانك انت تتخلص منها بالمنظر ده حرام. في استجابة للنداءات والشكاوى من تزايد الكلاب في هذه المنطقة، أرسلت جمعية الرفق بالحيوان يحيى صائد الكلاب، حيث يقوم بجمعها لإخضاعها إلى عمليات تطعيم أو تعقيم بعد تغذيرها بطريقة آمنة. نحن بنيجي بنديها جرعة مخدر معينة عن طريق دكتور بيطري، بنخدرها. لو كانت كلبة طيبة ممكن بالأكل نجيبها من غير تخدير، لو الكلبة بتجري نديها مهدئ بسيط نحطها في العربية ونوديها مقر الجمعية تعمل عملية تعقيم وتطعيم. تقول الحكومة المصرية إن مشكلة الكلاب الضالة باتت تمثل خطرا كبيرا على أمن وصحة المواطنين، خصوصا بعد انتشارها في الشوارع. فبحسب تقديرات غير رسمية فقد تجاوزت أعدادها في مصر 15 مليون. أرقام يثار الجدل حول دقتها، ما دفع نقابة الأطباء البيطريين إلى وضع خطة تستهدف حصر الكلاب الضالة والعمل على تقليل مخاطرها. قضاء هيجي بأكتر من طريقة، ومهم جدا بعرف ما هي أماكن التواجد بشكل كبير بتبقى فين، وده اللي أبدأ بيه، بحيث أن أنا أشوف أكبر أماكن متجمعة وأقدر أقضي عليها بشكل منظم، ثم أبدأ أشوف المناطق المتفرقة بعد كده. وبعد أن كانت الطريقة الرسمية في مكافحة انتشار هذه الحيوانات الضالة عن طريق قتلها بالسم أو باستخدام الخرطوش، عدلت الحكومة من أسلوبها واتجهت إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفق استراتيجية تستهدف وضع نهاية للوفيات البشرية الناجمة عن داء الكلب. في اصطياد للحيوانات وبيتم التعامل معها بشكل أو بآخر بعيدا عن استخدام أي وسيلة من وسائل القتل، وكمان احنا بنعمل برامج التحصين والتطعيم اللي بنقدمها، ويمكن في تنسيق وتواصل حتى ان احنا نبدا نوفر التطعيم الفموي لمرض السعار. لابد ان المواطن نفسه يكون واعي، عدم المحافظه على البيئه بشكل او باخر قد يكون عامل من عوامل زياده اعداد الكلاب الضاله وتغيير شكل البيئه اللي المفروض تكون موجوده عليها. التوعية المجتمعية عن كيفية الوقاية من المرض وما يجب فعله عند التعرض للعقر جانب آخر لا يقل أهمية، يستدعي تعاون كافة الجهات التنفيذية المعنية مع المؤسسات الأهلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة. وللمزيد ينضم إلينا الآن الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين المصريين. صباح الخير عليك دكتور خالد. يعني دعنا نبدأ ربما بالرقم الصادم في هذه القضية، أكثر من 400 ألف عضة كلب سنويا في مصر. يعني كلنا نعرف أن هذا الموضوع يحدث، ولكن بكل تأكيد ليس بهذا الحجم. يعني هذا رقم خطير جدا. يعني لو يمكن أن تحدثنا في البداية عن الجهود الموجودة حاليا للتعامل مع هذه المشكلة في مصر. صباح الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المشاهدين بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. الموضوع زي ما حضرتك قلت هو يعني في غاية الأهمية، لأنه بيشمل الحفاظ على الإنسان والحيوان على حد سواء، لكن لازم نوضح حقيقة مهمة وثابتة اللي هي دور الأطباء البيطريين إيه. إحنا دورنا حماية وليس قتل، دورنا رعاية وتحصين وعلاج
والتعامل بمنتهى الرحمة مع الكلاب أو أي حيوان، لأن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، وبالتبعية ده ممكن يبقى الالتزام هنا من ناحية مواجهة مشكلة حالات العقر والكلاب الضالة، ليس بالقتل ولكن ممكن بتحصينهم وتعقيمهم. ومؤخرا النقابة العامة للأطباء البيطريين من خلال أداء دورها المجتمعي ومساندتها لدور الدولة وجهود الدولة المصرية في وضع حد لهذه الظاهرة ومكافحتها بمكافحة سليمة، عقدت ورشة عمل يوم الأربعاء الموافقة 10 مارس الماضي، وخرجنا بعدة توصيات الحقيقة أهمها مخاطبة دولة رئيس الوزراء المصري لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الأمراض المشتركة بصفة عامة ومنها مرض السعار، يشترك فيها كل الجهات المعنية، ليس بس يعني ليس فقط النقابة العامة للأطباء البيطريين ولكن كمان الجهات البحثية من الجامعات المصرية والمعاهد العليا والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. برضو من ضمن التوصيات وأهمها تنشيط وتشجيع البحث العلمي في مجال مكافحة الأمراض المشتركة، لأن هو حاليا في حوالي 300 مرض مشترك أو أكثر بيتنقل من الإنسان للحيوان والعكس، من ضمنها مرض السعار اللي هو بيبقى ممكن بنخشى من خطورته. طيب. في حالات كلاب الشوارع للوقوف على مستجدات الأمراض الخاصة بالأمراض الوبائية، ده مهم جدا بالنسبة لنا. كمان دعت النقابة العامة للأطباء البيطريين لإنشاء صندوق قومي لمكافحة الأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار، ده برضو من خلال مخاطبتنا. طيب. لدولة رئيس الوزراء ومجلس النواب المصري لإقرار ذلك. طيب، هذا جانب من خطتكم ربما للتعامل مع هذه القضية. أولا يعني كيف كانت الاستجابة الحكومية ربما لهذه المناشدة أو لهذه الخطة؟ في الحقيقة تعاون على مستوى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة والحكومة المصرية في مثل هذه الجهود، ولكن الموضوع محتاج تطوير أكثر في الفترة القادمة وتركيز، لأن زي ما حضرتك قلت فيه هي إحصائيات غير رسمية أو غير دقيقة، لكن بتقول أن عدد الكلاب الشوارع في مصر أكثر من 15 مليون، وده رقم يعني ممكن يكون أكبر من الرقم المطلوب لإحداث توازن بيئي. طيب. إحنا ما فيش حاجة اسمها قتل، لأنه القتل ده إحنا بنعمل خلل في التوازن البيئي، والحيوانات دي مطلوبة، القطط والكلاب موجودة لأنها بتكافح. طيب. حاجات سؤال مهم جدا زي الثعابين والفئران والكلام زي كده، احنا محتاجين نكافحها او ما تكونش موجوده، انها بتؤثر على صحه الانسان المصري. طيب، بعد الحصر دكتور خالد، يعني الخطوه التاليه هي خطوه مهمه جدا، كيف سيتم التعامل على ارض الواقع مع الكلاب الضاله؟ ما هو حل هذه المشكله؟ يعني الحصر، خليني اخد كلمه حضرتك، الحصر ده اجراء مهم جدا، لانه كل الاحصائيات اللي موجوده حاليا هي احصائيات غير دقيقه. احنا عشان نعمل حصر لازم له اسس علميه وتحديد محددات معينه لاجراء الحصر شامل، ومعرفه الاعداد الدقيقه للكلاب الضاله، وفي نفس الوقت اعدادها في كل حي وفي كل منطقه، لان هي في مناطق ممكن تبقى زياده عن التوازن البيئي ومناطق تانية اقل. طبعا من ضمن الحاجات دي ان هو ممكن اعدادها تبقى اكتر في الريف او في المناطق الحدوديه او الصحراويه اللي هي متخمه للظهير الصحراوي، لان ده بتبقى يعني الاعداد فيها كثيره ومطلوب انها تكون كثيره للحمايه ولاحداث توازن بيئي لانتشار الثعابين والفئران بشكل اكبر في المناطق دي. بعد كده احنا في قانون اعدته نقابه الاطباء البيطريين، وتم تقديمه لوزاره الزراعه ول مجلس النواب، نرجو الإسراع في إقرار هذا القانون. طيب. قانون حماية الحيوان والحياة البرية، ده برضو هيحط محددات بشكل قوي إزاي نتعامل مع الحيوانات ومن ضمنها مشكلة الكلاب الضارة. برضو مطلوب بحث إمكانية دعم معهد الأمصال واللقاحات المصري، وهو معهد عريق جدا ويعد الأقدم أفريقيا. طيب. وشرق أوسطيا. لإنتاج طعوم فموية لمرض السعار. أشكرك. خلينا أطمن حضرتك وأطمن الشاد المساعدين على حاجة مهمة جدا، أنه على الرغم من أن عدد الحالات يفوق 400 ألف حالة أو بلغات عن حالات العقر 400 ألف حالة، إلا أن حالات الوفيات لا تتجاوز 50 حالة في السنة، وده رقم ضئيل. لا يفوتني في هذه المناسبة أنه
طبعا لا احنا حياه بني ادم واحد طبعا تكفي. صحيح. لا يفوتني في هذه المناسبه الا اني اهنئ زملائي الاطباء البيطريين في مصر والعالم. شكرا جزيلا على الطبيب البيطري الذي يحل في شهر ابريل الصباح. شكراً. دكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين المصريين شكرا لك. وتنضم الينا الان من القاهره دينا ذو الفقار المدافع عن حقوق الحيوان والحياه البريه وممثله المجتمع المدني لاستراتيجيه 2030 في التطبيق مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه. صباح الخير عليك سيدة دينا. يعني في البداية أريد أن أسألك، يعني أنت شخصيا استمعتي ربما معنا لكلام نقيب الأطباء البيطريين المصريين، كيف ترين أنت شخصيا طرق التعامل مع أزمة كلاب الشارع في مصر؟ صباح النور. أنا شايفة أن في بادرة أمل كبيرة جدا، وفي تعاون رائع مع وزارة الزراعة والهيئة العامة لخدمات البيطرية، وإحنا فعلا ماشيين بخطوات سريعة جدا من يوليو 2020 و2021 الدولة بتضع الآليات للتطبيق الاستراتيجية. الاستراتيجية بتقوم على التوعية والتطعيم لا للقتل، وإحنا بالفعل ابتدينا خطوات جامدة جدا كمجتمع مدني وكسكان في مناطق كتيرة جدا في شتى المحافظات، وأعتقد إن كل ده تحت إشراف الهيئة العامة لخدمات البيطرية والإدارات البيطرية. نمرة اثنين اللي هي من الجزء اللي حضرتك ذكرته مع دكتور خالد اللي هي 400 ألف حالة عقر أو غيره، دي يا فندم مش معناها ان حالات عقر بالفعل، لان ما زالت من يتلقى الفاكسين التطعيم بتاع العقر السعار مش ضروري يكون معقور يا فندم. ده الناس بتتلقى مثلا العاملين في مستشفيات بيطريه وعيادات بيطريه وكليات بتجري بحوث على الحيوان كلهم بيتلقوا التطعيم وبيسجلوا مع الاسف اكن حاله عقر، فدي بيانات غير دقيقة يا فندم. طيب يعني التعامل، طريقة التعامل مع هذه الكلاب اليوم، يعني هناك نرى عمليات قتل وحشية ربما تحدث أو تقع لهذه الكلاب، هناك عمليات تسميم، ما هو الحل في رأيك؟ كيف يمكن الحد من الظواهر الوحشية التي فيها نوع من الوحشية ولكن حل المشكلة في نفس الوقت؟ يا فندم ما هي أصلا إيه المشكلة؟ المشكلة تصدير بيانات كلها تحريضية، عمل التحفيز للناس ان اول ما يشوفوا كلب يفتكروه عدو، مع ان الكلب ثابت نمره واحد في الحضاره المصريه من 7000 سنه. عدواً يعني هل نترك الكلب في الشارع؟ هذا وضع غير طبيعي في النهايه. ما بعد اذن ساعتها كل بلد في العالم بيها حيوانات خاصه بيها طول عمرنا، واحنا مصر الحضاره ثابت فيها استئناس الكلاب والقطط في التجمعات السكنيه، ودي حاجة مش جديدة، يعني كل بلد في العالم فيها أنواع، احنا مش عايزين مثلا ما القرود والنسانيس موجودين في المغرب مثلا، يعني ما نجيش نقول إن لا، أوكي سكويرلز موجودة في إنجلترا. في إطار خارج المكان السكني، يعني عندما يكون هناك وجود لكلاب ضالة أو حيوانات ضالة تعاني في الأساس، يعني هذه الكلاب تعاني كما يعاني البشر ممن يسكنون في هذه المناطق، يعني هي معاناة مزدوجة. بعد إذن سعادتك يا فندم، استئناس القطط والكلاب في مصر في الحضارة المصرية يعني بيعيشوا في التجمعات السكنية وليسوا حيوانات برية، ما فيش ده لا بيخاف من ده ولا ده بيخاف من ده، وقدماء المصريين لجأوا لده لأن هم شافوا إن وجود الكلاب والقطط بيحميهم من حيوانات برية مفترسة، وده ثابت على فكرة في كل المعابد وفي كل الرسومات بتاعت الفراعنة موجودة. وجود الكلاب والقطط جزء لا يتجزأ من مصر، وإن الحل هو إن ما نقولش بيانات تحريضية. وكمان بحب أطمن الناس، فين السعار في مصر؟ يعني تبقى في رأيك لا مشكلة من وجود الكلاب في الشارع، يجب أن تبقى الكلاب في الشارع ولا توجد مشكلة من مع الأساس. وجود لا مع يا فندم الكف عن البيانات التحريضية، ونمرة اثنين الحد من تداول السلالات الأجنبية من الكلاب في مصر. احنا بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر يا فندم. عدد الكلاب السلالات الأجنبية المتداولة، مع ان ما فيش احصاء كده، انا بأجزم ان فوق 6 مليون.
فما حدش يتكلم ده كلابنا هي الأحق بينا وبرعايتها. طيب مع أن الدكتور يعني خالد ذكر أن هناك يعني 50 حالة وفاة بسبب عقر كلاب الضالة، يعني على الأقل إن لم تحدث عن عدد حالة العقر نفسها. يعني عموما انتهى الوقت. طب أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح سيدة دينا ذوالفقار المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مشاهدين.